أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، هذا هو اللقاء الثالث من سلسلة أفلا تذكرون. نحاول في كل لقاء أن نتذكر آية من آيات الخالق سبحانه وتعالى في هذا الكون. والآيات أيها الأحبة كما قلنا لا تقتصر على مخلوقات الله، بل هناك آيات في الظواهر التي نعيشها من حولنا. مثال على ذلك، عندما أمرني الله سبحانه وتعالى بالطهارة والابتعاد عن الفواحش، وأرى من حولي من يخالف هذا المنهاج الإلهي المحكم، وأنظر إليه فأراه تعيسا في حياته، أراه يتبع الشهوات، أراه منغمسا في ظلمات هذا العصر، وأيضا أرى هؤلاء الناس قد غزتهم الأمراض، لأننا كما نعلم هناك عشرات الأنواع من الأمراض الجنسية المعدية والخطيرة، على رأسها الإيدز، تغزو العالم اليوم أيها الأحبة. وهذه الفيروسات تتحول من شكل لآخر لتصبح أكثر شراسة، وتستهدف الذين يرتكبون الفواحش، كأن هذا الفيروس مرسل عليهم سبحان الله. فعندما أرى هذه الأمراض تغزو بلد متطور مثل أمريكا، هناك 110 مليون إنسان في الولايات المتحدة الأمريكية مصابون بأمراض جنسية معدية، وعدد سكان الولايات المتحدة 300 مليون، تصوروا 110 مليون حسب آخر إحصائية. عندما أرى هذه الظاهرة المدمرة والمرعبة، هذا آية بالنسبة لي، أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله أن أرسل لنا هذا النبي الكريم لينبهنا ويبلغنا هذه التعاليم التي أمنت لنا الحماية وأمنت لنا السعادة في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة إن شاء الله. في اللقاء السابق أيها الأحبة تحدثنا عن إحصائيات مرعبة للأمراض الجنسية لحالات الاغتصاب والعنف المنزلي في دولة متطورة مثل أمريكا. اليوم أيها الأحبة أحببت أن أذهب معكم إلى القرآن الكريم. كيف يتعامل القرآن مع الأطفال ومع الكبار في موضوع ما يسمى بالثقافة الجنسية؟ كيف ينمي القرآن لدى الطفل منذ صغره وحتى يكبر الإحساس بالمسؤولية، الإحساس بقيمة المرأة؟ قلنا إن القرآن يجعل من المرأة جزءا من نفسك أيها الإنسان، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، جعل هذه المرأة جزء من نفسك. لذلك عندما تدرك هذا المعنى تكون حريصا على ألا تؤذيها، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا استوصوا بالنساء خيرا. لذلك أيها الأحبة، هذه الآيات والأحاديث والله هي الثقافة التي تضمن لنا السعادة. لماذا يعيش الإنسان أيها الأحبة؟ ليس فقط ليخترع و
يستمتع بالأموال وغير ذلك، وهي ليست بمتعة. الإنسان موجود على هذه الحياة ليعيش حياة مطمئنة سعيدة، هذا هدف دنيوي. هذا الهدف لا يتحقق إلا إذا اتبعت تعليمات الصانع سبحانه وتعالى. أنت عندما تحضر جهاز موبايل، أول ما تطلع على تعليمات الصانع وعلى تعليمات برنامج التشغيل التي وضعها هذا المصمم لكي تحسن استعمال هذا الجهاز. طيب، الله تعالى خلقك أيها الإنسان ووضع لك يعني تعاليم التشغيل الموجودة في آيات القرآن، كيف تشغل نفسك، تشغل هذا العقل، تشغل هذا القلب، تستثمر هذا الجسد لتكون سعيدا من خلال التزامك بمعلومات التشغيل. طبعا ولله المثل الأعلى، نقول ذلك على سبيل التقريب يعني، أو يعني توضيح أو تبسيط الأمر، وإلا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى أعلى من ذلك بكثير. هو هدى، ليس مجرد تعاليم، هدى، شفاء، رحمة، سعادة، طمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أشياء كثيرة أيها الأحبة. طبعا أيها الأحبة، القرآن الكريم فيه آية مليئة بالإعجاز عندما يتناول علاقة الرجل بالمرأة، يتناولها بأسلوب راقي جدا وبأسلوب يعني مذهل بالفعل، دون أن يخدش الحياء، دون أن يأتي بألفاظ مثيرة للغريزة أو الشهوة. تأملوا هذه الآية الكريمة، قال سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم. حرث، أنت عندما تنظر إلى الأرض التي ستحرثها، حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. أرض تريد أن تزرعها، ماذا تفعل؟ تختار أفضل البذور وتختار أفضل الوسائل وأفضل الأوقات والمكان الصحيح التي تضع فيه هذه البذرة لكي تنمو وتعطيك ثمارا لتربح. لذلك القرآن شبه عملية يعني إتيان الرجل للمرأة بالحرث، ذكرك أن هذه المرأة ليست للمتعة، المتعة جزء ولكن ليس هو الأساس أيها الأحبة. المرأة هذه أعطاها قيمة عالية جدا، جعلها جزءا من نفسك ومن آياته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني هذه المرأة جزء منك، هذه الزوجة تساويك تماما، جزء منك. وفي هذه الآية جعل الله سبحانه وتعالى هذه المرأة مصدرا للسعادة، وأعطاك هدفا بعيدا، أن هناك حياة أسرية، هناك أطفال سينشأون نتيجة هذا الالتقاء، التقاء الذكر بالأنثى أو الزوج بزوجته. وجهك باتجاه المهم، هذا أسلوب راقي جدا أيها الأحبة في يعني شرح علاقة الرجل بالمرأة. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم. عاد وذكرك أنك ما تفعله هذا ستؤجر عليه في الآخرة. سبحان الله، يعني الإنسان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وأكد في روايات عديدة أحاديث، أن الإنسان يأتي أهله ويأتي شهوته ويكون له أجر في ذلك. وعندما استغرب الصحابة قال لهم: أرأيتم إن وضعها في حرام، يعني هذه الشهوة؟ إذن أيها الأحبة،
وقدموا لأنفسكم، ذكرك أن تقدم لنفسك شيئا ستقف أمام الله سيحاسبك. هذه الآية تكبلك تماما أيها الإنسان، تجعلك تحذر أن تسيء لهذه الزوجة التي هي جزء من نفسك. هل رأيتم إنسان يسيء إلى أرضه مثلا، يريدها أن تنبت أفضل النبات، يعتني بها أكثر ربما مما يعتني بنفسه؟ فهذا تشبيه دقيق جدا أيها الأحبة. لذلك بعد مباشرة قوله تعالى وقدموا لأنفسكم، قال واتقوا الله، وضع أمامك تقوى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. بالله عليكم، أنت عندما تأتي أهلك وتتذكر هذه الآية ما الذي يحدث؟ القرآن أعطى قيمة عالية للمرأة أيها الأحبة، ربما أعلى من الرجل، لأن الأمر للرجل وليس للمرأة. النبي أمر الرجال أن يستوصوا بالنساء وليس العكس، استوصوا بالنساء خيرا. هذه الآية أيها الأحبة إذا قرأها الطفل الصغير وحفظها تعطيه فكرة أن المرأة بالنسبة للرجل هي بمثابة أرض، والأرض غالية جدا على الإنسان أيها الأحبة، يزرعها فلا يلقي فيها إلا الأشياء التي يحبها، لأن الأرض تعطي ما تزرعه فيها. وبالتالي فإن ماء الرجل هو شيء غالي ونفيس وليس رخيصا لتضعه في أرض غيرك. يعني المنطق، هل أنت عاقل لتذهب وتحرث وتزرع وتسقي أرض غيرك ثم تنسحب ثم تدمر الزرع؟ هذا عبث. فهذا أيها الأحبة يعني يجعلك تتجنب الزنا، وتنتظر إذا لم تكن متزوجا تنتظر حتى يكرمك الله سبحانه وتعالى بزوجة صالحة. أحبتي في الله، القرآن دائما يضع عينيك على المستقبل، لا يجعلك تنظر إلى الأمور الحالية الوقتية، يأخذك إلى أبعد نقطة ممكنة، إلى يوم القيامة، إلى الآخرة. يقول لك إن هذه الممارسة ليست مجرد متعة، بل هناك هدف عظيم يشبه حراسة الأرض. ليس الهدف مجرد وضع البذور والانتظار لحصاد الزرع، لا، الهدف هو إنجاب الذرية الصالحة أيها الأحبة. هذا التعبير أيها الأحبة رائع. كذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن المحيض، مثال يعني انظروا كيف يتعامل القرآن، كيف يختار الألفاظ، يعني هذا ليس بمقدور بشر والله أيها الأحبة، لا يستطيع بشر أن يختار هذه الألفاظ الدقيقة. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. نوعين من الطهارة، طهارة طبيعية من الدم خارج عن إرادة المرأة، وطهارة بإرادة المرأة من خلال الاغتسال. لذلك وردني ذات مرة سؤال غريب، أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تترك الصيام والصلاة، لأن القرآن لا يوجد فيه دليل على ذلك، والذي يتبنى هذا الرأي إنسان لا يعترف بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت سبحان الله، كيف أن الله يقول لكم، انظروا أيها الأحبة، ولا تقرب، أولا قال لك أذى، كيف إذا كان الرجل غير مسموح له أن يقترب من المرأة أثناء هذه الدورة، كيف ستأتي الملائكة، كيف ستصلي؟ طيب، ولا تقربوهن حتى يطهرن. إذن المرأة في هذه الحالة لا تستطيع أن تتوضأ، لأن من شروط الوضوء الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر،
يعني الإنسان الجنب هل يستطيع أن يتوضأ ويصلي؟ كيف ذلك؟ حتى لو انقطعت الدورة وطهرت طهارة طبيعية لا يجوز لها أن تصلي، يجب أن تغتسل وتتطهر طهارة ثانية، طهارتين حتى تستطيع أن تصلي أو تصوم. كيف إنسان غير طاهر يصوم؟ والصيام هو شيء أيها الأحبة كما قال تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، الله تعالى قائل هذا الكلام، يعني تصوم وتصلي بهذا الوضع هذا يعني عبث أيها الأحبة، لا يجوز. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، انظروا إلى التعبير الذي فيه كناية وفيه يجعلك دائما تشعر بمراقبة الله وبالتالي لا تخطئ. ما الذي يضبط سلوك الإنسان؟ اليوم الموظفون في الشركات في البنوك ما الذي يضبط سلوكهم؟ كاميرا المراقبة. عندما تتعطل هذه الكاميرا تجد أن الأمور انفلتت، إلا طبعا إذا كان الموظف منضبط يخاف الله أو ذاتيا أو إلى آخره. الله تعالى وضع عليك كاميرات، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تأملوا أيها الأحبة هذا الأسلوب الراقي في التعبير، فأتوهن من حيث أمركم الله. عندما تقول هذا الكلام لطفل صغير هل هذا أفضل أم أنك تعطيه كتاب ثقافة جنسية لأوضاع الحمل وأساليب المعاشرة وكذا وكذا وخيارات الجنس السالب والموجب والمثلية وكلام ما أنزل الله به من سلطان تثير الغرائز، أيهما تنمي في هذا الطفل احترام المرأة أكثر؟ الطفل هنا أيها الأحبة يفهم أن هذا الزواج سيكون امتثالا لأمر الله وأن الطهارة هي أساس الزواج، لأن الله يحب المتطهرين. الفاحشة ليست طهارة. قوم لوط ماذا قالوا؟ لماذا حاولوا أن يرجموا سيدنا لوط عليه السلام ويخرجوه؟ قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم. لماذا؟ ما هي تهمتهم؟ إنهم أناس يتطهرون. هذه هي المشكلة، الطهارة غير مرغوبة بالنسبة للملحد، بالنسبة للذي يحب أن تشيع الفاحشة في المؤمنين. وبالتالي أيها الأحبة فإن أي عادات سيئة في المعاشرة الزوجية سيتجنبها هذا الطفل أوتوماتيكيا بسبب أن هذه الآية حفرت في دماغه، فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن أيها الأحبة يعني القرآن طبعا آيات كثيرة جدا يخوفك من عقوبة الزنا، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بالله عليكم هل هذه الآية تحصن الإنسان أكثر أم أنك تقول له مثلا إن كل شيء مسموح وليس هناك مشكلة إذا أمنت المشاكل، إذا سمح لك المجتمع أو القانون بذلك فليس هناك مشكلة، أيهما يحصن هذا الإنسان أكثر؟ إن هذا التحذير أيها الأحبة مهم جدا في تطوير نفسية الطفل وإنشاء جدار من الخوف. وقلنا في دراسة حديثة جدا حول الذكاء الاصطناعي الروبوتات أن أفضل تصميم للروبوت الآن أن تجعله دائما يخاف ويحذر لكي يستمر في أداء عمله بصورة مثالية. فالقرآن جعلك تخاف
ولكن مما يخوفك من الشر، من الأمراض، يخوفك من شيء سيفتك بك ولكن أنت لا تراه. لذلك أيها الأحبة، هذا الجدار الذي ينشئه القرآن بين الطفل وبين الفواحش يحميه من مخاطر المستقبل وأمراض العصر. يحذر القرآن هذا الطفل من جميع أنواع الفواحش ويعطيه طريقة مثالية لعلاج المشاكل، لعلاج الغضب، لعلاج أذى الآخرين له، ثقافة التسامح. يعني القرآن ليس مجرد ثقافة للتعامل مع الآخرين أو للعبادات أو للأخلاق، هناك ثقافة التسامح. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سبحان الله، كأن الإنسان الذي يمعن في الفواحش لا يستطيع أن يتجنب الغضب، تجده منفعلا، كأن هناك مشكلة في دماغه، لأن الفاحشة والمشاهدة المناظر الإباحية والسلوك هذا الطريق أيها الأحبة السيء الذي سماه القرآن ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، سبيل سيء، طريق سيء، يدمر مناطق مهمة في الناصية، يجعلك لا تستطيع أن تتحكم بالغضب. يعني هذه آية فيها إعجاز أيها الأحبة. أنت عندما تدمن على مشاهدة الأفلام أو المشاهد أو الفتيات المتبرجات إلى آخره أو مناظر عارية أو كذا، فإن العلماء وجدوا حسب دراسة تحدثنا عنها مرارا، جامعة كامبريدج، أن هناك مناطق مهمة في منطقة الناصية بريفرونتال لوب، المنطقة الأمامية من الدماغ، تدمر مناطق مهمة. هذه المنطقة مسؤولة عن التحكم وضبط الأعصاب، فإذا ما دمرت لا تستطيع أن تتحكم بغضبك، لا تستطيع أن تتسامح مع الآخرين أو تغفر لهم. لذلك ربط القرآن، تأملوا أيها الأحبة بدقة، ربط بين تجنب الفواحش، تجنب النظر للمحرمات، وبين أن هذا التجنب سوف يمكنك من التسامح ومغفرة أخطاء الآخرين. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ما هي النتيجة؟ وإذا ما غضبوا هم يغفرون. سبحان الله، يعني دقة في كلام هذا الكتاب العظيم. لذلك أيها الأحبة، هذه الآية وغيرها تحدث لدى الطفل يعني ما يشبه مناعة ضد الزنا والفواحش، فلا يقترب منها ولا يتأثر بالإباحية التي تغزو العالم اليوم، ويتعلم أن المغفرة والتسامح هو الطريق الأمثل لعلاج مشاكل العصر. وهذا التسامح وهذه المغفرة هي الثقافة التي ينبغي أن نتحلى بها مع من يخالفنا بالرأي. أقل ما يمكن أن تغفروا وتتسامحوا وتعفوا، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من يعفو، كما قال تعالى: فليغفروا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. حتى إن العفو اسم من أسمائه سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وأن يلهمنا الصواب دائما إن شاء الله في هذه الدنيا، وأن نسعد تكون سعادتنا بلقائه عز وجل في ذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي حديث بعد الله.